الإبحار جواك. يفاكر أنا زمان كنت عفوا انطردت مرة من البيت ولم تجدي بيت يأويكي وتنامي فيه غير بيت الفنان الراحل سعيد أبو بكر. سخيف إن أنا أفكرك بالذكرى دي. يعني مش سخيفة يا يعني الواحد مش عارفة، بحس إنها شيء مؤلم. يعني بس التاريخ بنت صغيرة كان عندي كام سنة؟ في حدود 19 سنة كده. آه. يعني إيه انطردتي من بيتي يا مدام سناء؟ علشان عرفوا إني أنا بمثل. آه وبعدين؟ دورتي على أي مكان؟ آه رحت مشيت في الشارع. طب ما رحتش لوكاندا؟